نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملتين تفتيشيتين في محافظة العاصمة ومحافظة المحرق شملت عددا من المحال التجارية ومواقع العمل واماكن تجمع العمالة واسفرت الحملتان عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق باحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الاقامة بمملكة البحرين وضبط عدد من العمال المخالفين للانظمة والقوانين منوهة بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وأشارت الهيئة إلى تنفيذها حملة مشتركة بمحافظة المحرق بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديرية شرطة المحافظة كما تم تنفيذ الحملة الثانية في محافظة العاصمة بالشراكة مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية